اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على ممين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا موقع لربح فتح الصناديق. يكفي ان تجمع كوينات وكل كوين تساوي فتح صندوق. في هذا الصناديق تلقى دولارات وكذلك تلقى اشياء اخرى باش نكتشفوها في هذا الموقع. باش نشرح طريقة التسجيل، طرق الربح مع اثبات سحب من يوتيوبر معروف كان سحب من هذا الموقع 10 دولار. قبل ذلك ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت من قناة على ممين، واللي عنده استفسار ويتساءل يجي متواصل معنا على صفحة رسمية الخاصة بينا على ممين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. الموقع اللي باش تحطوا عليه في هذا الفيديو واللي هو هيل دروبس، ان شاء الله تلقاو كل الروابط في صندوق الوصف، رابط التسجيل ورابط كذلك في المقالة اثبات سحب والعديد من هذه الامور. على ما اظن العديد من الناس يعرفوا هذا الموقع، وإن شاء الله باش نكتشفوا مع بعضنا في هذا الفيديو. قبل ذلك باش نشاهدوا حساب صديقنا علي، هو متابع وكان وصل 17.79 دولار. عبر صديقنا علي نحبوا نقدموا إثبات سحب، لذلك مش خليه رابط إحالة الخاص بصديقنا علي ونحاولوا نوصلوا إلى 20 دولار وباش نقدم لكم إثبات سحب. على كل الآن بعد ما نشوفوا حساب صديقنا علي باش نقدموا اثبات سحب مش من عندي بطبيعه، من يوتيوبر اللي هو احمد تيفي. لاحظوا اصدقائي في رصيدنا، في الرصيد ثم 17.79 دولار، ونشاهدوا الولد، يعني باش نشاهدوا الحد الادنى للسحب. نضغطوا على لوجو الحساب ونضغطوا على ولد باش نشاهدوا طرق السحب واللي هي عديدة، منها البايير ومنها الباي بال ومنها العملات الرقمية. كل طريقة سحب عندها حد أدنى خاص بها، 20 دولار باي بال، 50 دولار باير، بالنسبة للبيتكوين 20 دولار، كذلك الدوتش كوين 5 دولار، بالنسبة للبيتكوين هذه 20، الدوتش كوين 5 دولار لكن يعني انتهى الرصيد. إن شاء الله نحاول نوصل 20 دولار ونقدموا إثبات سحب في القناة. نضغطوا على بلاي جيم والعملية هي سهلة وبسيطة جدا، ما عليك إلا أن تجمع الكوينات، وأنت عند التسجيل بستلقى عندك 50 كوين. الآن ما عندناش كوينات، طريقة بسيطة، كل ساعة تقدر تاخو الكوينات هذه بطريقة مجانية. هو المستوى الرابع هذا الحساب، بستربح 25 كوين كل ساعة. تكمل الكابشة وتضغط على كليم وتحصل على 25 كوين، يعني 25 بوكس تقدر تفتحه. لكن مش نكون معكم صريح أصدقائي، عندما ترتفع في المستوى والأرباح ترتفع، معناتها الحظوظ متاعك تقل بالنسبة للأرباح. هذا توضيح أصدقائي. الآن باش نشاهدوا إثبات سحب من موقع هيل دروبس، كان قدمه أحمد، صديقنا أحمد تي في. إن شاء الله نخلي لكم الإثبات في المقالة اللي قلت لكم عليها في صندوق الوصف. صديقنا أحمد أول مرة سحب 5 دولار دوتش كوين، وفي هذا الفيديو سحب 5 دولار بيتكوين. بعد ما سحب يعني البيتكوين أصبح الحد الأدنى الخاص به 20 دولار. الموقع صادق ويدفع على ما أظن إلى الآن بالنسبة لهذا الإثبات قبل 9 أيام. إن شاء الله إحنا نحاولوا نقدموا إثبات سحب وربي يوفق الجميع، وإن شاء الله الناس الكل تسحب. الآن باش نشاهدوا طريقة التسجيل وطرق الربح من موقع هيل دروبس. إن شاء الله رابط التسجيل تلقاوه أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكذلك في أول تعليق مثبت في صندوق التعليقات. عندما تصلوا إلى هذه الواجهة ما عليكم إلا تضغطوا على Create Free Account، لكن قبل ذلك ما غادي نشاهدوا Play Free Game Win Real Cash. ما عليك إلا تضغط على Create Free Account باش تحصل على 50 كوين. 50 كوين هذه باش تقدر تفتح الصناديق، يعني 50 صندوق يعني تفتح. اليوزر نيم هذا تخلي الاسم الخاص بيك، هوني الايميل، هوني الباسورد، وبطبيعة الحال تكمل الكابتشا. ثم زوز انواع من الكابتشا، تضغط على ريكابتشا وتكمل الكابتشا بشكل صحيح وتضغط على كرييت اكاونت. نضغط على فيريفيا ايميل باش نفعلوا الحساب الخاص بينا. لكن في هذا المكان كما قاعدين تلاحظوا يقول لك مش مشكلة، نضغطوا على جو باك والحساب اتفعل. نضغطوا على ليتس جو تحصلنا على 50 كوين. نضغطوا على البوكس
المرة الأولى تحصلنا على هذا المبلغ اللي هو 0.25 دولار، نضغطوا على كولكت ونقعدوا نجربوا أصدقائي. كل مرة نضغطوا على البوكس وكل مرة يجينا شيء، نقدر نربح دولار. يمكن الموقع، يمكن الصندوق يكون فارغ ما فيه حتى شيء، كما هذه المرة. نضغط مرة رابعة وكل مرة في هذا المكان جاتنا تيكت. التيكت هذه شنو دورها؟ الآن باش نشاهدوا أصدقائي، نضغط على كوليكت أول مرة بطبيعة الحال، ونضغط على هذا المكان اللي هو وين كاش. بعد ذلك أصدقائي كما قاعدين نلاحظوا خذينا التيكت، وهذه الأرباح كل أسبوع موجودة حسب ما يحكي الموقع، أرباح كبيرة. كما قاعدين نلاحظوا المرتبة الأولى اللي عنده تيكت أكثر على ما أظن هو ياخو المبالغ هذه، وكذلك الكوينات، يقدر تاخو كوينات، وهذو من الأشخاص اللي ربحوا الأسبوع الفرد. ما أعتقدش صحيحة العملية، لكن معلينا نجمع التيكت وأحنا وحظنا. نضغطوا على بلاي جيم مرة أخرى باش نجربوا أصدقائي حظنا مرة خامسة ومرة سادسة إلى أن تنتهي الصناديق. والحظ الخاص بينا الآن هوني الإكسبرينس، خذينا نقاط خبرة باش نحسنوا في المستوى الخاص بينا. ضغطنا على كوليكت وكما قاعدين نتلاحظوا أصدقائي أصبح عنا نقطة واحدة خبرة. عندما نجمع 100 نقطة نتحول إلى المستوى الأول والثاني والثالث وكذا دواليك. نكملوا أصدقائي في شرح الموقع. كما قاعدين نتلاحظوا أصدقائي ضغطنا على ليفلز ونشاهدوا المستويات. مستوى صفر الماكس دروب، يعني أعلى حاجة تقدر تربحها اللي هي ربع دولار. بالنسبة كل ساعة كم ستأخذ نقاط وكوينات مجانية هي 5 نقاط فقط، وبالنسبة الديلي ويذرو ليمت 5 دولار فقط، يعني حد أقصى تقدر تسحبه يوميا هو 5 دولار. الآن أصدقائي كما غادي تلاحظوا هذا المستوى الثاني، نصف دولار ماكس دروب وعشرة كوينات كل ساعة، وكل هذه مستويات تقدروا تكتشفوها أصدقائي. ما نطولش عليكم الشرح. الآن أصدقائي نضغطوا على بلاي جيم مرة أخرى مش نشاهدوا بعد ما كملت 50 بوكس. كما قاعد تلاحظوا أصبح عنا صفر كوينز، حصلنا على 1.86 سنت من الدولارات. الكوينات انتهت، ثم الكوينات المجانية اللي هي نتحصلوا عليها كل ساعة 5 كوينات بعد ما تضغط على هذا المكان وتعمل الكابتشا وتتحصل على هذه الكوينات. نضغط على فريندز انفايت فريندز، على كل شخص تدعيه من رابط الإحالة الخاص بيك تتحصل على إيجابيات. هذا هو رابط الإحالة، تضغط على كوبي وتحاول تروجه على أوسع نطاق. أي شخص يسجل ويفعل حسابه تتحصل على 10 نقاط خبرة تساعدك في الوصول إلى مستويات أكثر. كذلك الكومبليت أوفر تاخذ أنت 50% من الكوينات اللي هو بشيخه. والديلي أكتيفيتي بونس، كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي أي شخص يسجل من رابط الإحالة الخاص بك ويفتح الموقع مرة أخرى في يوم الغد تتحصل على كوين مجانية تلقاها في الأعلى في هذا المكان. تضغط على فريند وتجمع النقاط الخاصة بك من الإحالات. كذلك الإيرن كوينز، كيف تجمع الكوينات بطريقة مختلفة واللي هي إكمال المهام وتحميل التطبيقات. كل هذه التطبيقات يقدمها لنا الموقع، ما عليك لا تضغط على جيت كوين وتختار التطبيق السهل والبسيط وإلا اللعبة وإلا المهمة. وكما ذكرنا في أول الفيديو طرق السحب، إن شاء الله نحاول نوصل إلى الحد الأدنى ونقدم إثبات سحب من موقع هيل دروبس. كان هذا شرحنا لهذا الموقع، الله يوفق الجميع ونتقابلوا في فيديوهات ومواقع جديدة لربح من الإنترنت. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.